اهلا بكم اخواتي اخواني في وصفه جديده من وصفات مطبخ نصيره. اليوم غنشوفوا طريقه تحضير عصير اخر. كنت مقبل درت لكم عصير الشمندر، اذا اليوم راح نديروا عصير الجزر. كذلك يجي لذيذ جدا وبارد ومنعش ومليء بالفيتامينات. كما تعرفوا كامل الجزر راه مفيد يعني للنظر ولعده يعني اعضاء في الجسم. اذا لتحضير عصير الجزر نحتاج الى المقادير التاليه: الجزر هنا راهم 5 حبات صغار، اذا كانوا حبات كبار عندكم ديروا 3 حبات، اما اذا كانوا صغار عندي كانوا حبات صغار، اذا راني دايره هنايا 5 حبات، قطعتهم قطع صغيره كما راكم تشوفوا وغليتهم مع الماء. اذا ديروا كميه تاع ماء وتغلوه فيها، ومن بعد كي طيب لنا هذاك الجزر وينقص شويه الماء نطفوا عليه. الحليب 600 ملل حليب، باكي واحد تاع لافاني اي ما عادل 7 غرامات، ياغورت او زبادي ذوق الفراوله، وثلاث مغارف سكر. السكر يعني على كما قلت لكم على حساب الذوق، قادرين تكثروا كما قادرين تنقصوا على حساب درجه الحلاوه اللي تبغوها. اذا بسم الله نبداو في طريقه الميكسر تاعنا. قادرين تستعملوا الميكسر يدوي كما قادرين تستعملوا هذا الميكسر تاع البول او تاع الروبو. نديروا اول شيء الجزر تاعنا فيه بالماء تاعه، نزيدوا له الفانيليا، السكر والزبادي او الياغورت، واخر شيء نضيفوا الحليب. اذا الان نديروه في الروبو تاعنا ونخلوه يتخلط مليح حتى نشوفوا داك الجزر يعني طحن مليح وتخلط كاع مع المكونات الاخرين، ونحبسوا الروبو تاعنا. هكذا رانا خلطنا العصير تاعنا كما راكم تشوفوا، فوالا، وداك الجزر عطانا هذا اللون الاصفر هكذا كما راكم تشوفوا. خلاص العصير تاعنا راه جاهز، الان راح ندخلوه للثلاجه خلوه يبرد مليح ومن بعد نخرجوه ونقدموه في الكؤوس. هذا هو العصير تاعنا راه وجد كما راكم تشوفوا، اذا يقدم بارد نديروه في الثلاجه كيبرد لنا مليح تما نقدروا يعني نشربوه. هذا العصير يجي لذيذ جدا وكما قلت لكم يعني مفيد ومعمر فيتامينات. هذا هو العصير تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. كالعاده نقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناه. الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله، مع السلامه.